وصلنا مشاهدين الكرام إلى ركلات الترجيح. سيبذل اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء، على هدوء أعصابهم. الآن مع تنفيذ الركلة الأولى خزري يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. تسديدة قوية وجميلة، يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، تصدي غير عادي، حارس كان، فرصة لتعزيز التقدم. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ثاني لاعب يسدد، يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية، ثم مع الثالث الآن. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ثالث منفذي الركلات، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى، يلعبها في الجانب الأيسر. كرة الاطمئنان داخل الشباك. اليابان عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. اليابان عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اليابان لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. يتقدم اللاعب السادس. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداري أنه مستحيل التصدي لها. اليابان لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز. ما عندنا حل آخر إلا ركلات الترجيح.